آخر حاجة في متابعتنا للقضية الكبيرة في الكنيسة المصرية، وهي قضية مقتل الأنبا أبي فينوس. والآن أصبح لدينا اثنين متهمين بالقتل، هما وائل سعد توادرس اللي هو كان أشعياء المقاري سابقا، والفلتاوس المقاري اللي هو ريمون اللي هو اسمه العلماني ريمون. طيب ايه آخر التطورات أو آخر الأخبار؟ رقم واحد أنه هناك تأكيدات على أن الأنبا توادرس، على أن البابا، بابا الكنيسة، أجرى اتصال بأسرتي الراهبين السابقين، أو أحدهما سابق والآخر لا يزال على ذمة الرهبنة. أجرى اتصال بأسرة أشعياء المقاري وأسرة فلتاوس المقاري وقام بتعزيتهم، لأنه في النهاية البابا شايف أن الأسرتين الآن يمروا بمحنة كبيرة جدا، يعني اختبار كبير جدا، لأنه عندهم أولادهم متهمين في قضية قتل الأسقف، ودي جريمة لو تعلمون عظيمة جدا. فقام البابا بالاتصال بيهم وتعزيتهم وطمأنتهم ومحاولة يعني تخفيف وقع الأزمة عليهم. كمان في تأكيد من الكنيسة، لأنه أشعياء المقاري الراهب السابق له أخ راهب أيضا في الكنيسة المصرية، راهب في دير الشهيد مار جرجس بمنطقة الرزيقات بالأقصر. وأكدت الكنيسة على أن هذا الراهب شقيق أشعياء المقاري الراهب المجرد لن يسأل في شيء وليس مسؤولا عن شيء، وده تأكيد المؤكد، لأنه في النهاية أخوه مش هيتحمل يعني مسؤولية خطأ. فإذا ده الخبر أو المعلومة الأولى، أنه البابا تواصل مع أسرتي المتهمين بالقتل. بالنسبة لأشعياء، أنتوا عارفين واخد 15 يوم. فلتاوس اللي هو كان في مستشفى الأنجلو أمريكان بالزمالك، تم نقله إلى مستشفى قصر العيني بحيث يتم تجديد الحراسة عليه، لأنه الراجل متهم في هذه الجريمة. طيب لماذا حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار من الكنيسة بتجريد فلتاوس المقاري؟ المعلومات بتقول أنه حتى الآن لم يصدر هذا القرار لأنه خاضع للتحقيقات ولم يوجه الاتهام له بشكل رسمي. يعني هم اتهموا النيابة، اتهمت رسميا أشعياء المقاري، وأشعياء تم تجريده قبل الاتهام. فحكاية انه واعترف على فلتاوس، الراجل هو كان بيراقب الطريق ومداخل اللي هو الطرق اللي مؤدية الى الاليات اللي هي مساكن الرهبان، كان بيراقبها عشان يشوف المسألة هتتم ازاي. فهو الراجل مشارك في جريمة القتل، فحتى الآن لم يصدر قرار بتحديد موقفه حتى من الرهبنة. يعني هل هيبقى عندنا اتنين اذا قامت نيابة استئناف الاسكندرية الآن التي تتولى التحقيق في هذه، استكمال التحقيق في هذه القضية، اذا قامت بإحالة القضية الى محكمة الجنايات، فهل هيبقى عندنا اتنين متهم؟ احنا عندنا ثلاثة الحقيقة ورئيس العمال، بس الاتنين الرهبان اللي كانوا رهبان، هل هيبقى في وائل سعد واقف في القفص بزي علماني بزي مدني يعني، وواقف جنبه فلتاوس بزي الرهبان في القفص ويحاكم بتهمة القتل؟ يعني هل الكنيسة هتسيب الحكاية توصل لحد كده، ولا هنلاقي في قرار بتجريد فلتاوس خلال الأيام القادمة؟ الله أعلم، يعني الله أعلم. طيب يبقى ده النقطة الثالثة في متابعتنا للقضية. النقطة الرابعة وهي مهمة برضو، لأنه في بعض الناس قالوا، ولو الصورة عندكم يا شباب احنا عرضناها قبل كده، اللي هي صورة البابا شنودة وهو بيرسم أشعياء المقاري، لو عندكم يا شباب. في بعض الناس أشاروا، وأنا الحقيقة كنت من البعض اللي أشار إنه في مشكلة في الكنيسة في ما بين انتماءات للبابا شنودة والمتى المسكين. والصورة اهي، ده
ده أشعياء المقاري الراهب السابق، والبابا شنودة بيرسمه يعني. أو فقالوا إيه؟ قالوا إنه في ناس بيحاولوا يعني يتم الإيحاء من خلالهم، إلى أن الراهبين دول هم راهبين دخلوا بمباركة البابا شنودة، والبابا شنودة دخلهم الدير، فدول مختلفين فكريا مع ولاد متى، فكان هذا الخلاف له دور في انه يجرأ أشعياء على ابي فينوس. كويس. فالنهارده بنلاقي في كلام بيقول لا، الحقيقه انه في 2006 لما تنيح الاب متى المسكين وانتقلت اداره الدير الى الكنيسه، لم يكن البابا شنودة يباشر او يشرف على الدير بشكل مباشر، ولكن من 2006 لحد 2009 كان اللي بيشرف على الدير هو الانبا ميخائيل، والانبا ميخائيل كان اسقف اسيوط، وهو كان اكبر واقدم اسقف في الكنيسه، فهو من قام بادخال اشعياء وفلتاوس الى دير ابو مقار، وبذلك الناس بتحاول انه تبعد الشبهه عن البابا شنودة. يا جماعه ما حدش بيتهم البابا شنودة بحاجه، ولما بنقول انه في خلافات وولاءات فهنا مش ما بنتهمش البابا شنودة، وبنجيب الاتهام الناس اللي يعني بيدفعوا بانه الانبا ميخائيل هو اللي دخلهم، ودخلهم من سنه 2007، ففضلوا في مرحله الاختبار، لانه الراهب بيقعد تقريبا 3 سنين على ما يتم ترسيمه، بيبقى اسمه في المرحله دي طالب رهبان، فلما فضلوا سنتين قبل ما البابا شنودة يتولى الاشراف على الدير. مش دي القضيه بشكل واضح جدا. وعايز الناس اللي بتتعامل بحساسيه وبتتحسس راسها لما بنيجي نتكلم عن هذا الموضوع، يا جماعه ببساطه شديد جدا يعني هقول لحضراتكم، سنه 77 لما كانت في جماعة التكفير والهجرة اللي كان بيقودها ومسؤول عنها شكري مصطفى. كويس. ولو عندكم يا تامر، لو عندكم صورة لشكري مصطفى ورونا شكري مصطفى. ده اللي هي كان بيسميها دي جماعة المسلمين، يعني شكري مصطفى ده كان من ولاد سيد قطب، يعني كان في السجن مع سيد قطب، وطلع يعني أكثر تطرفا من سيد قطب، فكون مجموعة سماها جماعة المسلمين. يعني ايه يا سيدي جماعة المسلمين؟ يعني هي دي الجماعة المسلمين والمجتمع كله كافر. المجتمع اطلق على هذه الجماعة ايه؟ سماها التكفير والهجرة، لان هم كانوا بيكفروا المجتمع وعاوزين يخرجوا بره، يعيشوا بره هذا المجتمع. طيب في سنة 77 هذه المجموعة بقيادة شكري مصطفى قامت باختطاف الشيخ الذهبي. الشيخ الذهبي ده كان وزير الاوقاف، وكان وظلوا متحفظين عليه عدة ايام حتى قتلوه. كويس. يعني اذا قتل رجل دين كبير ويمثل رمز في الدولة المصرية مش اول مرة حصلت في الكنيسة الوقت، كانت حاصلة في المؤسسة الدينية المصرية قبل ذلك. اللي قتلوا الشيخ الذهبي بنتعامل معاهم كارهابيين ومجرمين، اللي قتلوا الانبا ابي فينوس بنتعامل معاهم كمجرمين قتله وخلاص. لا قلنا ان شكري مصطفى ده يمثل الاسلام وهو حجه على الاسلام، ولا يستطيع احد ان يقول الان ان اشعيا ده وفلتاوس يمثلون المسيحيه ويمثلون الرهبنه، حتى لو في ناس الوقت من المسيحيين بيمارسوا نوع من المحن الديني ويقول لك اصل اشعياء ده ممكن يتوب، وماليش انا ملناش علاقه كمجتمع، يتوب ده بتاع ربنا، يقبله ربنا في الملكوت او لا يقبله ده بتاع ربنا، لكن احنا بنتكلم عن حق المجتمع. هنا هذا الكلام عشان المجتمع يبقى زي ما بقول صحيح معافى، جريمه حصلت، الدنيا ما تهدتش، اسقف اتقتل واتنين رهبان هم اللي قتلوه، بيتحاكموا وبننظر اليهم كانهم مجرمين ومنفلتين وليسوا حجه لا على الرهبنه ولا على الدير ولا على الكنيسه ولا على المسيحيه.
زي بالظبط ما جه شكري مصطفى وكان دقنه قد كده وجبيبة الصلف في دماغه قد كده، وجه شكري مصطفى قام اهو اهو وروني اهو شكري مصطفى اهو، ده اللي هو مؤسس جماعة المسلمين اللي هي التكفير والهجرة. لما قتل الشيخ الذهبي محدش قال انه دي جماعة والاسلام، مفيش خالص. فبنفس الشكل نحط الامور في نصابها تماما ونحطها في وضعها وموضعها ومكانها تماما. ولذلك استمرارنا في تغطيه هذا الموضوع، لانه من حق الناس ان هي تعرف، ومن حق الناس ان هي تفهم، ومن حق الناس انه هقول لحضراتكم على حاجه. انا اخاف على هذا المجتمع من الاسوار العاليه التي تخفي وراءها مؤسسات، تخفي بقى مؤسسات مسيحيه، تخفي مؤسسات اسلاميه، تخفي حتى مؤسسات مدنيه. الاسوار العاليه دائما ما تحجب الرؤية، وعندما تحجب الرؤية تعم الفوضى. خلوا الناس في الهواء الطلق والناس تتكلم ببساطة شديدة جدا، المخطئ يعاقب بالقانون، لكن حالة الخوف دي خلينا نخلص منها. وانا قلت لحضراتكم اهو، يعني افرض افرض طلعنا انا من الشاشة تاني، طلعنا انا من الشاشة، خلينا طيب طلعنا انا من الشاشة، حط هما الاتنين اهم قدام بعض، يلا عشان برضو نأكد على المعنى. انت قلبك مش جايبك تطلعني من الشاشه ولا ايه؟ يلا اهو طيب ماشي ماشي اهو، عشان الناس بس تبقى موجوده، لا يقول لك مسلم ولا مسيحي. يا جماعه نحن امام جريمه، هذه الجريمه لا فيها مسلم ولا فيها مسيحي، اهو على اليمين شكري مصطفى اللي قتل الشيخ الذهبي وزير الاوقاف، وعلى الشمال اشعيا المقاري الرائب السابق اللي قتل الانبا ابي فينوس راعي واسقف دير ابو مقار. دول متهمين، يعني 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 شكري مصطفى ده قتل وقتل يعني قتل واعدم، وده الراجل المتهم بالقتل. يجي واحد بقى هيطلع واحد كده ايه فكيك، يعني يقول لك لا انت ده راجل ارهابي ودي جماعه ارهابيه والمسيحيه والدير ما فيش فيه ارهابيين. هقول لك اه ما فيش فيه ارهابيين، بس في واحد متهم بالقتل اهو. فعندي انا بس باكد على ايه، انه بلاش فكره الطائفيه تشتغل. عندنا رمز من المؤسسة الدينية الإسلامية تم قتله على إيد جماعة كانت تدعي أنها إسلامية. النهاردة في أسقف كبير يتهم راهب راهب أنه قتل. فنحط المسألة في مكانها ووضعها، ولا يعني ننظر إلى الأمور بأكثر من ذلك.